يا خويا
خلها سموك لها وخلى تويضا يا خويا راني يمحي التجي يا حامل راي سافي ورجالي عجيبة خلدك ودن رساوي تسرق حسين واشوفك بالنهار وانسد قبالي عجيبة خلدك والنساوي تترك حسين واشوفك بالنهار وانسد قبالي يا عباس مالي غيره الشهام ومرجع دار وغيره يا عباس مالي غيره الشهام ومرجع دار وغيره الحرمة عندها مالي إيه غريبة تصير تالي الحرمة دخلها موت كلها وخلى عظامك صاحبي نويت روح يا خويا وتترك خيامك دخلها موت كلها وخلى ذوي ضامك يا خويا تذربع مالي ينوي هل تجي وين يا حامل رايتك سيفي ورجالي عجيبة خلدك والنساوي تترك حسين واشوفك بالنهار واسد قبالي يا عباس الأخ مالي غيره الشهام والمرجلة دار وغيره الحرم ما عدها مالي غريبة تصير تالي الحرم ما عدها مالي غريبة يا عباس خاطر الوديعة روح للشريعة يا عباس يا نوماس يضوي بفؤادي اقصد الأعادي رافع الراس أدري لو كان السم في عينك أدري لو كان السم يقطعونك بس على ذاك العمد الله يعينك والله يحمي شمالك ويحمي يمينك والله يحمي شمالك ويحمي يمينك يا عباس الخاطر الوديعة روح للشريعة يا عباس يا نوماس خاطر فؤادي اقصد الاعادي رافع الراس ادري لو جان السهم فيني عينك وادري قبل يقطعونك بس على ذاك العمد الله يعينك والله يحمي شمالك ويحمي يمينك والله يحمي شمالك ويحمي يمينك ايه يا ابو الجود شنهي العلامة قولي لليتامة متى تعود بالسنود لا تجي إلينا تنتظر سكينة وافي الوعود
الشموس واقف ابقى بالخدر عيوني تشموس والاعادي تجمعت من حوله في صفوف فرقه بسهام ورمح فرقه بسيوف تسلم عيونك يا عم تسلم هالجفوف تسلم عيونك يا عم طوح بفاضل على القوم قاتل وبسيف نازل الموت شتت شملهم فلهم نشرهم خلى النظر تابوت طوح بفاضل على القوم قاتل وبسيف نازل الموت شتت شملهم فلهم نشرهم خلى النظر تابوت مد ايده بطل وسيعه وبجوده قبض الشريعه مد ايده بطل وسيعه وبجوده قبض الشريعه اخاض بيمينه ضار المعينه وبخيام عينه بس من تذكر جبد الطفل مفتوح ما يشرب وقلبه ملهوف يا زينب عباس معروف